بيدرسون يحث على خطوات متبادلة لتخفيف معاناة السوريين. لنتابع. خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون عن أسفه الشديد للتصعيد في مناطق كثيرة من سوريا وتغليب الحل العسكري من خلال القصف والاشتباكات البرية، وخص بالذكر مدينة درعا وريفها. بيدرسون أشار إلى أنه اتصل بكافة الأطراف المتصارعة في سوريا لإنهاء العنف على الفور والوفاء بالتزاماتها بموجب العمل الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعيا إلى وصول فوري للمساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتضررة بدون أي عوائق. كما طالب المبعوث الأممي الأطراف باتفاق مستدام يمهد الطريق لاستعادة بيئة آمنة وتخفيف مخاوف ومظالم المدنيين وتلبية الحاجات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وتفادي أي نزوح والسماح لسكان درعا بالعودة إلى ديارهم. وفيما يخص مناطق شمال غرب سوريا، لفت بيدرسون إلى أن المنطقة شهدت تكثيفا للضربات الجوية والقصف المدفعي الذي تسبب بفقدان عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال لحياتهم، فيما ذكر أن مناطق الرقة والحسكة بشمال شرق سوريا شهدت أعمال عنف أيضا. وشدد المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون على أن القضايا التي تواجه السوريين بعيدة كل البعد عن كونها في أيدي السوريين وحدهم، منوها إلى أنهم بحاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة. وحول هذا الموضوع أرحب بضيفي من باريس بالأستاذ زيد العظم، محامي. مساء الخير أستاذ زيد، وأهلا بك في برنامج حديث اليوم. يا أهلا بك، مساء النور ومساء الخير لكل السادة المشاهدين. أستاذ زيد، بداية، ما الجديد في إحاطة بيدرسون وكيف ينظر لهذه الإحاطة؟ بالنسبة لإحاطة بيدرسون، صراحة مثل العادة، مثل دائما، هو يحمل جميع الأطراف المسؤولية على نفس الخطر، هذا شيء غير محايد. كلنا نعلم أن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تعيشها اليوم سوريا هو سبب رئيسي النظام. النظام هو الذي منذ اليوم الأول اختار الحرب، اختار آلة الحرب. آلة الحرب مكلفة، كلفت البلد كل مواردها الاقتصادية وكلفت البلد كل مواردها المالية. نعم، الوضع اليوم في سوريا وضع صعب جدا، وضع مأساوي. سعر صرف الدولار 3400 ليرة سوري، لا يوجد كهرباء، لا يوجد محروقات، هناك شبه انعدام للمواد الأساسية، المواد المعيشية اليومية. اليوم رأينا وزير خارجية النظام يستقبل مسؤول أممية ويتباكى أمامها ويقول أن الوضع صعب ولا يوجد مساعدات. أنا أريد أن أذكر من الذي كان دائما يعطل القرار 2589 المتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية؟ من الذي عطل موضوع المعابر؟ أليس النظام؟ يعني النظام يعطل كل القرارات الدولية التي تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة إلى مختلف شرائح الشعب السوري، ثم أمام المسؤولين الدوليين وأمام مسؤولي الأمم المتحدة يتباكى على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الشعب السوري. طيب، بيدرسون ايضا يعني عبر بين قوسين للاسف الشديد لما يحصل في الجنوب السوري وان المنطقه العسكري هو الذي غلب او يغلب في الجنوب. رغم ذلك لم نشهد تحرك دولي يعني في بما يحدث في درعا. بالضبط، انا قرات التقرير الاحاطه التي قدمها بيدرسون. من يعني اليوم من الذي يقصف درعا؟ من الذي يحاصر درعا؟ كنت اتمنى من تقرير بيدرسون الى يعني بالحد الادنى ان يشير الى ان ما يقوم به النظام، سلوك النظام هو المسؤول عن تردي. يعني الوضع في سوريا سيء، بكل الجغرافيا سوريا سيء، لكن اليوم ان بلس بدرعا وضع أسوأ. طب من المسؤول؟ اليس النظام؟ لماذا بيدرسون باحاطته الاخيره لم يضع النقاط على الحروف ولم يكون واضح انه سوء الاوضاع الان في درعا سببها النظام؟ بالامس
المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن السيدة ليندا توماس جرينفيلد هي التي قالت أنه يتوجب على النظام السماح للمساعدات الإنسانية العاجلة والسماح للمنظمات الدولية بأن تقوم بإيصال المساعدات. إذن النظام هو المسؤول عن عدم إيصال المساعدات في درعا. اليوم قرأنا 35 ألف محاصر بحاجة ماسة إلى مواد غذائية، مواد طبية، مواد إسعافية. نعود إلى نفس النقطة، النظام هو المسؤول عن عدم السماح بتوصيل هذه المساعدات سواء كانت الغذائية أو الدوائية إلى المحاصرين في درعا. النظام هو الذي يحاصر درعا وهو الذي يحاصر المدنيين في درعا، وبيدرسون يعلم هذا الشيء جيدا، يعلم أن النظام هو الذي يقوم برفض إدخال المساعدات إلى المدنيين في درعا. طيب، بيدرسون أيضا خلال إحاطته أشار إلى اللجنة الدستورية، وطبعا قال بأنه اجتمع بأطراف ما يسمى اللجنة الدستورية وطلب منهم أن يكون هناك مرونة في الجولة الجديدة. هل تتوقع أن يكون هناك مرونة أو تقدم في الجولة الجديدة أستاذ زيد؟ عزيزتي، قبل ما نتحدث عن المرونة، إلى يومنا هذا النظام السوري، حكومة النظام السوري لا تعترف أساسا ليس فقط لا تعترف بلجنة الممثلة للمعارضة أو اللجنة الممثلة للمجتمع المدني، هو بالأساس رأس النظام لا يعترف بلجنة النظام، هو يقول هذه اللجنة لا تمثل النظام، هي تمثل نفسها. يعني السيد بيدرسون يتحدث عن مرونة، أي مرونة نتحدث عليها إذا كان النظام نفسه غير معترف أساسا باللجنة الدستورية؟ عن أي مرونة نتحدث وما زال النظام يرفض أي حل؟ المرونة المعارضة قدمت كل ما لديها، المعارضة السورية قدمت أقصى يعني أكثر أنواع المرونة، يعني قدمت تنازلات كثيرة، لكن النظام لم يقدم إلى حد إلى يومنا هذا أي تنازل، أي مرونة حقيقية يمكن أن يبنى عليها مستقبل قائم على قرار الدولة 2254. وبيدرسون يعلم هذا جيدا، النظام لم يقدم أي مرونة في سبيل الحل السياسي. طيب، على ماذا يعول اليوم بيدرسون؟ يعني مسألة المساعدات الإنسانية، تخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا، على ماذا يعول؟ يعني خلينا نكون واضحين، هو مسؤول أممي، يعول قد لا يعول على شيء. قد أنا بتذكر بيدرسون لما كان مسؤول مبعوث الأمم المتحدة للشأن اللبناني من تعثر الحكومة من أيام 2008 بلبنان، هو يعول على تفاهم دولي ما، على حوار دولي ما يمكن أن يستفيد منه الشعب السوري. لكن بالأساس نحن ننطلق من أنه اليوم الأمم المتحدة للأسف يبدو أنها معطلة لإحداث تغيير حقيقي للحالة الاستنقاع الرهيب الذي تعيشه سوريا. بدي أرجع لأصل سؤالك، على شنو يعول؟ يعول يبدو على تفاهم دولي. قبل أمس رأينا الملك الأردني عبد الله الثاني ذهب إلى موسكو، ذهب إلى روسيا. يبدو أنه هذا الاجتماع الذي حصل في موسكو بين الرئيس، بين الملك وبين بوتين، قد كان له نتائج إيجابية نوعا ما على درعا. لذلك أعتقد أن بيدرسون يعول على تفاهمات دولية أكثر مما يعول على ضغط المجتمع الدولي. طب اليوم أستاذ زيد، في تقارير وإحاطات بمجلس الأمن، مناشدات، اليوم إلى أين وصل نقطة الملف الإنساني؟ إلى أين وصلت؟ يعني ما درجة تعقيد اليوم الملف الإنساني؟ الملف الإنساني قبل كل شيء مرتبط بالميكانيزم السياسي، الآلية السياسية المتخذة في مجلس الأمن. مجلس الأمن 5 أصوات فيتو. روسيا والصين إلى حد الآن تستخدم الفيتو لصالح النظام، لنكون واضحين. إذن التحرك يجب أن يتم من خارج مجلس الأمن إذا أردنا أن نكون واقعيين. أما إذا أردنا أن نكون نتحدث بالرومانسيات ونتحدث بقدرة مجلس الأمن، مجلس الأمن بسبب وجود فيتوين لصالح النظام يبدو أنه سيكون معطل. لذلك أعتقد أن بيدرسون اليوم يعول على تفاهمات دولية يمكن أن تحقق شرخ في الاستنقاع الذي تعيشه المسألة السورية. طيب، سؤال أخير أستاذ زيد، يعني اليوم بيدرسون دائما ما يكون متفائل، اليوم كان أول في الإحاطة الأخيرة كان نوعا ما موضوعي، ما الذي ستحمله الجهود الجديدة لبيدرسون برأيك بما يخص الملف الإنساني؟ مبدئيا على موضوع الملف الإنساني، نتمنى أن يكون هناك ضغط روسي من أجل إدخال بالحد الأدنى المساعدات الإنسانية الرئيسية للمدنيين في درعا. ميشيل باشيلي المفوض الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان تقول أن هناك 35 ألف مدني في جنوب سوريا في درعا البلد تحديدا
بحاجة إلى مساعدات ماسة آنية. فلذلك اليوم قبل كل شيء يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى 35 ألف مدني محاصر في درعا البلد. يتوجب على روسيا كما ضغطت بالأمس ومنعت الجيش النظام أن يدخل إلى درعا، أيضا روسيا مطالبة أن تسمح بدخول مساعدات غذائية ودوائية إلى 35 ألف محاصر في درعا البلد. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. كنت معنا مباشرة من باريس المحامي زيد العظم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أكيد الشكر موصول لكم على طيب وكرم المتابعة، تحياتي لكم وإلى اللقاء.